السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بلان جريد بيديك إمكانية إن أنت تشارك ملفاتك مع الناس اللي شغالة معاك في قلب المشروع. على سبيل المثال مثلا هبدأ هنا أقول له نيو بروجكت وأبدأ أسميه مثلا زد وأديله العنوان، وتقدر تيجي هنا تعمل تفصيل الشوارع والحاجات دي كلها. حالة المشروع إن بروجريس أكتيف كونستراكشن بري كونستراكشن، هقول له كريت بروجكت فيبدأ يعمل لي المشروع دوت. وتقدر في اي وقت وانت في الموقع تفتح الموبايل وتشوف الحاجات ديت او التابلت تشوف المشروع كله. طيب خلينا نفتح كده مشروع موجود، تلاقي الانشيتات هي الدوكيومنتس التيم تلاقي الانشيتات هي تقدر في اي لحظة تفتح اي شيت فيهم وتراجع عليه وتوافق عليه او تعترض وتكتب الكومنتات اللي انت عايزها وتشاركها مع الناس. يعني على سبيل المثال مثلا انا شايف ان دي غلط، هروح اعمل كده واروح مشاور مثلا واروح كاتب الملحوظات بتاعتي ان في مثلا مشكلة في الحاجة ديت. تمام، تقدر تعملها داونلود، تقدر تعملها شير مع الناس، تقدر تشوف الفلاتر، تقدر تشوف الشيت انفو معلومات خاصة بالشيت. تقدر في اي وقت تيجي هنا وتقول له اكونت سيتنج وتغير المعلومات الايميل والكومباني والجوب تايتل والفون اللوجو اللغة. اعتقد في عربي الموقع، اعتقد في عربي. الترايل النسخة دي 21 يوم، اللايسنس النوتيفيكيشن يبدأ يبعت لك ايميل امتى لو في حد شتم او كده يبعت لك كومنتات ديت.